في نشرتنا أيضا في مديرية الطويلة بمحافظة المحويت، خرج المواطنون الرافضون للتدخل الخارجي والعقوبات الدولية التي فرضت على مواطنين يمنيين، ذلك للمطالبة بإنهاء المرحلة الانتقالية والولوج إلى الانتخابات. كفوا أيديكم عن اليمن قبل أن نكفها، عبارة رددتها بغضب حشود من المواطنين في محافظة المحويت رفضا للتدخلات الخارجية في الشؤون اليمنية واستهداف المواطنين بالعقوبات الدولية، حيث جدد أبناء مديرية الطويلة رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن اليمني وانتهاك سيادته واستقلال إرادته. خرجوا الناس رفضا للتدخلات الأجنبية السافرة والقرارات الظالمة ضد أبناء اليمن وعلى رأسهم المشير علي عبد الله صالح، فعلي عبد الله صالح مواطن يمني فلن يرحل من بلاده مهما حصل، والناس على استعداد للتضحية بأرواحهم ودماءهم. المحتجون أكدوا أن استدعاء قوى سياسية للخارج عقوباته ضرب من الخيانة للوطن يوجب العقوبة للإشادة من حكومة البلاد. نحن أعضاء وقيادات وأنصار المؤتمر الشعبي العام في مديرية الطويلة سنكون اليد القوية والضاربة والحافظة على أمن واستقرار اليمن من أي تدخل أو اتخاذ أي قرارات. المحتجون طالبوا بسرعة إنهاء المرحلة الانتقالية وإنجاز المصالحة الوطنية والعودة إلى العملية الديمقراطية المتمثلة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستعمل على إنهاء الاحتقان السياسي وإيقاف التدهور الأمني والاقتصادي وإعادة الأمل الذي فقده المواطن منذ أمد طويل. نؤكد على سرعة إنجاز الدستور الجديد والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لأنه كلما طالت الفترة الانتقالية كلما دخلت اليمن في فوضى وفوضى عارمة في كل المجالات وفي كل النواحي. احنا تعبنا يأسنا ضبحنا نشتي انتخابات مبكرة من أجل اليمن. المشاركون في المسيرة الجماهيرية أكدوا أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذه التدخلات الانتهازية، ولن يتخلوا عن قوميتهم العربية وقيمهم اليمنية الرافضة للمؤامرات الأجنبية والمكايدات السياسية التي أدخلت الوطن في أتون صراعات أثرت على الأحوال المعيشية وأوقفت العجلة التنموية وهددت السلم الاجتماعي. يا ليث في حلمك وفي حنكتك الشعب كل معترف لك، دخلت في التاريخ والله رعاك والمنجزات في ظل عهدك، قود السفينة بارك الله خداك حتى النجاة يا نبع صافي نقاك يا خير قائد يا محنة. قواعد المؤتمر الشعبي العام وأنصاره أشاروا إلى أنهم سيظلون أوفياء لحزبهم صانع الإنجازات كونه الوحيد القادر على إخراج الوطن من الأزمات ولا يعمل بعقلية المكايدات، وكان دوما صاحب المبادرات عبر تقديمه عددا من التنازلات الهادفة إلى إنهاء الصراعات وحل الخلافات عبر رؤى وطنية صادقة بعيدا عن الإملاءات المستوردة والمشاريع الصغيرة التي لا تخدم إلا أصحابها. هذه الجماهير المؤتمرية خرجت للدفاع عن مبادئها وقيمها الوطنية والتنظيمية، ولسان حالهم يقول سياسة الإبعاد والإقصاء والاستقواء بالخارج لم تعد مجدية، وأن الحل لن يكون إلا يمني بامتياز، فالإيمان يمان والحكمة يمانية. عارف الشماع، قناة اليمن اليوم، محافظة المحوي.